متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من ولاية وجدة، المدينة الجميلة الرائعة، المدينة اللي كتدخل في المنطقة رقم واحد، المدينة اللي التزمت الحجر الصحي مجموعة من الأسابيع حتى هي. فتحية لساكنة مدينة وجدة من قلب أصغر مخترع مغربي بالمملكة. نتواجد عند سي حموتي محمد بلال، نقول له السيد حموتي محمد بلال باعتباره سيد أفكار وسيد معارف، أصغر مخترع مغربي العمر 11 سنة، اخترع جهاز اللي الحمد لله مجموعة من الاختراعات عنده هنايا. غادي نخليكم مع أصغر مخترع مغربي اللي هو محمد بلال من مدينة وجدة، اللي غادي يعطيكم، غادي تعرفوا عليه وتعرفوا فوقاش بدا هاد الافكار وفين جاواه وندرشوا معاه شويه. سي محمد بلال، انت مباشره على قناه شوف تي في مع المتتبعين. السلام عليكم، انا سميتي حموتي محمد بلال، عندي 11 سنه وكنقرا بالمستوى السادس ابتدائي بمدرسه المنتزه البلدي بوجدة، وكيعجبني بزاف هادشي ديال الاختراعات والتجارب. فوقاش جاتك الفكره انك باش دير هاد التجربات؟ قبل ما نهضروا عليهم شنو هما، اولا انا كيعجبني هادشي ديال الاختراعات والتجارب بفضل اللعاب اللي كان يجيبهم لي الاب ديالي كي كنت صغير، بحال مثلا سياره ولا روبو ولا طائره نتحكم فيهم بالتيليكوموند، وهكا بدا يعجبني هادشي. وبالنسبه للمستوى التعليمي ديالك فين دابا راك واصل القرايه؟ انا يلاه كملت السادس ان شاء الله غادي نطلع للسابع. كتقرا في مدرسه خصوصيه ولا في التعليم العمومي؟ لا كنقرا في التعليم العمومي. وبالنسبه لشكون اللي كيعاونك في هادشي؟ كيعاوني الاب ديالي في الحوايج اللي خطر عليا، بحال مثلا نبغي نسودي شي خيط ولا شي حاجه، هو كيساعدني. وشنو كيدير الوالد ديالك؟ فاش كيخدم؟ الوالد ديالي كيخدم، هو غير نهار يقدر يخدم نهار يخدم. يعني مو يومي، نهار يخدم نهار ما يخدم شايف. واه يعني كيكون عنده المدخول ديالو شويه على قدو. واه وبالنسبه لهذه الفكره ديال انك باش تدير اختراعات وتقدمه، ودابا انت راك كتعتبر اصغر مخترع مغربي راه بشهاده الجامع وبشهاده كاع المتتبعين، كي جاتك الفكره؟ الفكره ملي كنت صغير كان انت كيعجبك هادشي، بديتي تخبش بالبيسي حتى وليتي كتقلب على براءه الاختراع. واه ولكن للاسف براءه الاختراع غاليه، وعلاش هاد النظارات راني محافظ عليهم ما نقدرش نقول يعني كي درت سمعتهم والحوايج حتى ان شاء الله. وبالنسبه لهاد النظارات يمكن لك تقول للمشاهدين كيفاش العمل ديالهم، وريهم المشاهدين وورينا كيف كيديروا كيخدموا. اولا هاد النظارات انا ما كنتش غادي نوصلهم لو كان ما استعملتش الهواتف، دابا ما كنتش غادي نوصل ندير هذا الشيء، وكنتمنى من الاطفال الاخرين يستعملوا هذا الشيء في الجانب الايجابي. هاد النظارات انا جاتني الفكره ديالهم في الحجر الصحي، كنت كنسمع في الاخبار هكا كيهضروا على المسافه القانونيه وهذا الشيء، وجاتني هذه الفكره ديال هاد النظارات، والحمد لله اني درتهم، ولكن درتهم غير بالامكانيات اللي عندي انا. ماذا بيا لو كان شي شركه تكون مختصه في هذا الشيء انها تزيد تطورهم، لا في الشكل ولا في بزاف الحوايج. يعني شنو الدور ديال هاد النظارات؟ هاد النظارات كي كتكون المسافه ما بين الشخص وشخص تقل متر قانونيه، مسافه الامان. واه كتظهر هنايا واحد الارقام ما كتخليكش تشوف، وفي نفس الوقت كيصوني هاد اليوزر زدو بالنسبه للمكفوفين ما كيشوفوش يقدروا يستعملوا حتى اللي كيشوفوا. دابا هذا بحال دابا المكفوف يقدر يستعمل هاد النظاره هادي، انه الا انا كنت دايرهم ومكفوف الا تمشيت وكان شي واحد حدايا يقدر يعطيني واحد الاشاره بان راه حداك شي شخص. واه ويقدروا اللي ما كيشوفوش يستعملوا غير هذا. انا في البدايه جاني غير وحده تزت لها هذا الاضافه. تبارك الله عليك سيدي.
نيتك باش اش باغي تولي؟ باعتبار دابا راك راك ما عندكش الحلم انني غادي نكبر نولي طبيب ولا بيلوت ولا دابا انت راك مخترع مغربي درجه اولى بشهاده المواطنين المغاربه وبشهاده الناس ديال وجده والناس المغرب. فاش تكبر اش بغيتي تولي؟ بغيت نولي شي عالم كبير في هذا الشيء ديال الروبوتيك والتجارب والاختراعات. ونني هذا الشيء كيخص بحال دابا واش الوالد ديالك واش يقدر يعاونك في من القدام باش انك تزيد تخترع شي حويجات؟ هادشي خصو الفلوس يمكن. واه كنطلب من المسؤولين والناس من الدرجه العليا انهم يعاونوني معنويا، لان هادشي الباس الكترونيك شويه ما متوفرينش وغاليين. لحقاش دابا حنا شفناك، حنا سمعنا مخترع مغربي جينا باش كنطيرو باش نجيو نتلاقاو مع السي محمد بلال، لقيناك استعملتي غير هكا ادوات بدائيه خشب عادي. مد لي يدك الله يخليك. هذه مستمعي الكرام، هذه واحد اليد اصطناعيه صوبها السي محمد بلال، لكن هنا كنا كنشوفو غا مسطره زائد كارتون زائد امور عاديه. هاك شرح للناس هادي شنو كان الدور ديالها. هاد اليد انا صنعتها كما قال السي بهاد الكرتون وهاد الاصابع كنت قلعتهم غير من واحد الروبو قديم كان عندي شحال هادي كان جاب لي بابا مجوطيه، قلعتهم منه واستعملتهم في هاد. ودابا هاد اليد كنت قلعت منها كاع البياس اللي خدمت بهم لان الامكانيات قليله. هاد اليد كنت نتحكم فيها باليد ديالي، بحال مثلا شي واحد ما عندوش يد ولا خص شي شركه ولا تطورها تردها ما احسن، يستعمل غير واحد الحساس وتولي عنده بحال يد، تولي عنده بحال يد اصطناعي. متابعي قناه شوف سيدي متابعي الكرام، مباشره من ولايه وجده المدينه الجميله الرائعه، وحنا في قلب منزل قلب منزل السي حموتي اللي هو محمد بلال المخترع الصغير، اصغر مخترع بالمملكه المغربيه، ونفتخر به ونفتخر العطاءات ديالو. لكن كاين واحد الحلقه مفقوده، ان هذا الوليد راه محتاج لدعم معنوي، كي محتاج لناس يعاونوه معنويا، محتاج لناس انه يمدوا له يد مساعده. الاب ديالو كما قال السي محمد بلال عامل مياوم، نشجعوا الواحد يعطي قلبه، لكن كما كنسمعوا العامل المياوم يعني نهار يخدم نهار ما يخدمش، وهذا الشيء ديال الاختراعات راه كيخصو واحد كيخصو شي شويه تكلفه ماديه. سي بلال اش ممكن لك تقول للمجتمع المدني المغربي والناس اللي كيحبوا الاختراع والناس اللي باغي يشجعوك، اش ممكن لك تقول لهم باش ممكن لك تستمر؟ كنقول لهم شكرا بزاف، اولا شكرا بزاف على الدعم اللي كتقدموه لي، وكنشكر الشباب ديال التواصل الاجتماعي لانهم كانوا حتى هما دعموني بزاف، وكان ماشي هما كراني كاع ما وصلتش لهاد الدرجه، وكنشكرهم من قلبي، كنشكرهم شكر كبير. قالوا لنا انك بطل ديال التايكوندو، واش كتمارس التايكوندو؟ واه كنمارس التايكوندو، كنشكر المدرب منير اللي هو المدرب ديال التايكوندو والجمعيه ديال النجم المحمدي، كنشكرهم كافه، كنشكرهم كاملين يعني من القلب ديالي. واش دابا بلال سيدي محمد بلال باعتباره مخترع مغربي، سيدي فوق راسي وعينيه، وبهذه المناسبه كنتمنوا الشفاء العاجل لصاحب جلاله الملك محمد السادس، نتمنوا اش ممكن لك تقول الولي العهد حول الامتحانات؟ كنقدر نقول له الله يوفق سيدنا، عنده امتحانات هذا العام، امتحان بكالوريا، والله ينجح مولاي الحسن، وكنطلب من ربي انه ينجحو. نشكر ونبلغ سلامي للأسرة الملكية الأسرة العلوية، كنبلغ لهم السلام ديالي خصوصا مولاي الحسن.
متابعي الكرام، غادي نعطيو السي محمد بلال واحد 5 الأسئلة باش نختموا هذا البث المباشر من مدينة وجدة. شنو ممكن لك تقول للشباب ديال مواقع التواصل الاجتماعي والناس اللي كانوا لهم أسبقية باش يبينوك للمجتمع المدني؟ كنشكرهم بزاف بزاف، لأنهم هما كانوا مساعديني، وكان ماشي هما حتى هما وكان ماشي هما كراني ما وصلتش لهاد الدرجه. شنو ممكن لك تقول لحي بوقنادل؟ كنقول للجميع اللي كيسكنوا في حي بوقنادل حتى هما شكرا بزاف على التشجيع، شكرا بزاف على التشجيع. والاساتذه ديالك ذكرني بالمدرسه. كنشكر ايضا الاساتذه ديالي كاع اللي قراوني في المستويات كاملين من الاول حتى السادس. كنشكرهم بزاف، خصوصا الاستاذ بن حدو والاستاذه لمياء، لانهم وقفوا معايا بزاف في الدراسه ديالي، وحتى هما كانوا من الاوائل اللي شجعوني في هذا المجال، وكنشكرهم بزاف. وعندك واحد التصويره في يدك، شكون داك السيده اللي في يدك؟ هذه حنا الله يرحمها. وريها للمتتبعين. هذه حنا الله يرحمها، كانت كتبغيني بزاف، وتوفات الله يرحمها، وكنطلب من المتتبعين انهم يدعوا معها بالرحمه، لانها كانت تبغيني بزاف، وحتى هي كانت كتشجعني بزاف لواحد الدرجه كبيره. العائله ديالك اش بكريك تقول يا سيدي محمد بلال؟ حتى هما كنشكرهم بزاف. دابا انت هي غتولي مخترع مغربي كبير، وخصنا من دابا تعلم انك ما تنسى حتى شي واحد، نيت شهر تولي مزيان ويوليو الناس كيعرفوك وتولي عندك اختراعات كبيره. من دابا خصك تتعلم ما تنساش واحد. شنو تقول للعائله ديالك؟ كنقول لهم شكرا بزاف حتى هما، لانهم حتى هما كانوا من الاوائل اللي شجعوني. كنشكرهم بزاف بزاف. مستمعي الكرام، سي محمد بلال عنده واحد القناه ديالو، دابا غادي يعطيكم الرابط ديالها باش يمكنكم تتواصلوا معاه. غتعطي المتتبعين الكرام الرابط، وتمكن لك تقول كلمه اخيره لمتتبعي قناه شوف تي في. ها انت راك على المباشر. الرابط ديال القناه ديالي انا داير في سميه بلال حموتي بالفرنسي، وكنقول للمتتبعين شكرا بزاف، وشكرا لقناه شوف تي في وجميع الصحافه اللي جاوا عندي، وكنشكرهم بزاف. متتبعي قناه شوف تي في، كنتم على المباشر من مدينه وجده ومن قلب منزل اصغر مخترع مغربي السي محمد بلال حموتي. نتمنى 11 سنه، نتمنى له التوفيق، نتمنى من الجهات المسؤوله تدخل باش تدعم هذا الفتى معنويا، لانه يستحق المشجع التشجيع، يستحق الدعم، ويستحق التنويه. نتمنوا هذه الموهبه ما تطفاش، ونتمنوا هذه الموهبه تزيد قدام، ولكن بمساعده المغاربه وبمساعده الجهات المسؤوله. من قلب بيت سي حموتي محمد بلال ومن مدينه وجده، استودعكم الله متتبعين قناه شوف تي في، والى اللقاء.